رابع في هالجو في الحار صار تحصل لك بعض الأوراق تصير صخور خاصة في التين. أتكلم عن التين مثل ذي شلون صافرة. وترى هذه مو مريضة شو ما شاء الله صحة السيارة ممتازة خضار ونظارة ونحسن ما يمكن يعني. شوف هذه التين يعتبر الشجر يسمونه شجرة متساقطة الأوراق فهي إذا ما شلت براحة بتطيح بس هي عادي يعني هاي يشيلونهم في وايد حصل منهم اللون شوف هذي صار هذي أسيرها مع السلامة شلون بعد لو خليت ترى ما بتضر يعني بس في لا أفضل يعني خلاص ما بتطيح يعني عشان بس تقوى الشيارة أو ما يستهلك طاقته. في شيء ميت في الطيب راحة هذه طبيعي مو بنقص عناصر ولا شيء تهنيك عندي هذه مو معناته مريضة يعني شوفها ما شاء الله تبارك الله الشيارة هذه كانت شوف الورقة ما شاء الله قاعدة أكبر من يدي نظارة ونظافة ما شاء الله تبارك الله لكن يكسع واحد في تعب هذه مبب يعني خبر كان يعلموني الأول يقول لك هاي سموم تخلص منها النبات أنا ما أعرف السوالف يعني بس هذه مو بدليل إن الشيارة مريضة الشيارة من أحسن ما يمكن ترى كثرة الدلع مو بزين يعني مثل العيال إذا دلعته وايد ما ينفعك في الأخير أنا نفس الشيء بعد يا اخي الزرع اللي في الشارع لا نشوف اعطونهم شيء ولا شيء لا ما في الا ماي واذا سمر مره في السنه سمدوها لكن من احسن ما يمكن يعني مرضون ردوا صحيون هذه كبعد هني اهو كثرة التدليع ما بينفع النبات ما نقول نحمل نباتنا لكن القصد لما الصخة في الدلع في الأسمدة لما صخها في الأسمدة لما صخها في الدلع لما صخها في أمور وايد يعني خليك معتدل ظلله نظف تحت الأرض نظف عليها غسل الأوراق أمورك طيبة إن شاء الله عطها بين فترة وفترة بعض الأسمدة الهيومكاسل مثلا كان يعتبر هو سمون مغذي أو ما أدري يسمونه والإمبيكي بين فترة وفترة يعني نفعه بس لا نكثر هالفكرة.